السلام عليكم. تحية تحية كنو أيتما أي مزيغان أزول خاوم. السلام عليكم. إجر رسالة توجهها زين من برا، نعم سيدي، إلى المدير العام للأمن الوطني، إلى المدير الجهوي لمراقبة التراب الوطني المسمى بزاد الدين ود الخريبقية، إلى السيد الوكيل العام بالناظور العوفي الفاشل. غادي نطرقوا لواحد الموضوع، نهضروا بالعربية باش يفهموه. هذا الموضوع الإخوان غادي تبارطاجيوه وتبارطاجيوه لكاع الناس، باش غادي تشوف واحد الحقيقة كتوقع ليكم ووقعت ليا ووقعت لخوتكم وغادي توقع لخوتكم والعائلات ديالكم. تشد واحد كيبيع الكوكايين اللي معروف بالسميه ديال وسام. هاد النعمس دي السميه ديال وسام، البارح انا كنت غادي ندير واحد اللايف وكانوا كيصوني للدراري كيقطعوا باش يعطوني معلومات، كنت غادي نفضح مع مجموعه ديال الخروقات ديال شي ناس خائنين في الحراك، ولكن كانوا كيصوني لي شي وحدين وشي خوانه باش كانوا كيصوني وصحابي باش يعطوني المعلومات، ما بقاو شي خوانه كيصوني وباش ما غاديش نهضر. نهضر في هذا ذاك الموضوع عنده، غادي ندير داك الموضوع، غادي ندير فيه وقت مطول. غادي ننتقلوا دابا لهذا الموضوع ديال هاد نعم سيدي ديال وسام. البارح جبد البوليس في الشرطه القضائيه وجبد واحد الضابط سميتو عبد الحي البوعبيدي، كان كيعطي الكوكايين كينفع وكيتستر عليه. وهذا عبد الحي هو اللي هضرت عليه انا الاول، هو اللي طواو الملف ديالو وصفطوني للحبس. وجاوب دابا ازهد الدين اللي كترقب التراب الوطني، جابوا الخريبقيه اللي عذبتي ولاد الناظور، اللي درتيهم القوالب، اللي قلعتي لهم الظفار باللقاط في المعتقلين السريين في السلاح عندك تما في سوبر مارشي. جاوب السي الحموشي، ما شفتكم كاع ما خرجتوش بشي بلاغ بهاد الهضره اللي كنقول. حيت علاش؟ فاش كيكون عندكم الحق كديروا البلاغ، فاش كيكون الحق عند ولاد الشعب كتسكتوا كديروا راسكم ما عارفين والو. الخوانه كترفعوا التقارير السريه للملك، كترفعوا التقارير السريه للملك كتكذبوا عليه وكتكذبوا على الامم المتحده. باش نكونوا واضحين، الخوانه في المغرب هما المسؤولين ديالو، الخوانه هما المسؤولين ديالو. اما الحراك ولا كذا ولا هاد الجماعات ولا هادوك ماشي خوانه، هادوك الراي ديالهم، هادوك كيعبروا على الوجه هاد الراي ديالهم. الخوانه هما هادو، الخوانه هما هاد الناس ديال لاديستي، هو هاد الوكيل العام، هو المدير العام للأمن الوطني اللي كيتشترو. هاد وسام نعم سيدي في المعلومات اللي وصلتني أو من المعقل ديالهم، وصلتني من البوليس عندهم، أجبدوا ستة ديال البوليس ومنهم عبد الحي البوعبيدي اللي معروف كينفح الغبرة، اللي مشيت أنا للحبس على السبة ديالو، اللي دواو الدوسي ديالي اللي طلبت المحضر المواجهة ما بغاوش يديروه. علاش ما بغاوش يديروا محضر المواجهه معاه؟ علاش طواو داك الملف ديالي؟ علاش الوكيل العام طواه؟ ولد الوكيل العام جبد الفردي كنقولها وكنعاودها اللي خدام في البنكه وفي السوبر مارشي ما حاسبوش. حيت علاش؟ حيت عندهم النفوذ ولاد الشعب كيمشيو للحبوسات. ها فين كاين الفساد؟ ها فين كاين؟ كيعطيو لك حقك السي زاهد الدين، وقلنا شحال كيعطيوك؟ قول لنا السيد الوكيل العام شحال ديال الفلوس؟ شحال ديال الفلوس كيجيك في حقك؟ راه عارفين حنايا بلا كاين، هذه معلومة سرية، أنه يتم تنقيط الشرطة القضائية والضابطة القضائية، يتم تنقيطهم من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني ومن طرف النيابة العامة اللي تبعت لهم، وكيجيبوا لهم الفلوس والآخرين كيعطوا لهم النقاط باش كيطلعوا في الكراد. إوا هنايا خص نجاوبوا. عبد الحي عنده واحد من العائلة ديالو من الأقارب البرادر واد الحموسي في الاداره العامه على داكشي تستروا على القضيه. الحموسي هذيك البلاصه اللي في دار السبتي، ديك الدار اللي كنتي كتطلع تقصر فيها، راني عارفها وعرفتها البنت اللي كنتي كتمشي تقصر فيها، راه كنعرف، راه كنت ساكن تما، كنت كنشوفك في الدار السبتي، عطيتك العنوان باش تعرفني بالله، راني عارف كنتي كتجي كتقصر. انت عبد الحق الخيام عندكم الدار في الدار السبتي جايه حدا البار ديال اليهود، الدار ديال كود بار، البار ديال كود بار الدار ديالو في ديك العمارة. هو كي جيتك؟ المهم الإخوان، أباش غادي نقول لكم وصافي.
هادو راه غير المعلومات البساط بالنسبه ليا، معلومات بساط على داكشي اللي كنعرف عليهم. هو جاوبنا هنايا السي زاه الدين، دوك التقارير اللي كدير بالبوليس وكيجيبوا لك الماندا باش ما تكويهمش، وكتكذب على كتكذب على التقارير ديالك على الملك. ونزيدكم هاد الرساله كنوصلها الملك ديالكم، الملك البلاد، حيت انا بلادي عزيزه عليا، ولكن المسؤولين ما خلاوناش. الوكيل العام هجرني، المدير الجهوي ديال ديستي هجرني، الشاف ديال لا ديستي هجرني. واش كاين شي واحد يخلي الدار ديالو؟ انا كلشي كيعرف بلي عندي الدار بالاسم ديالي في العمران، سمحت فيها. واش كاين شي واحد يخلي العائله ديالو؟ راه ماشي كان عندي الروشيرش ولا، راه كنت كندور كي بغيت، ولكن هاد الناس ما خلاوناش نهضروا على حقنا، ما بغاوش يعطيونا حقنا. هاد الناس تبعونا في الحياه ديالنا، هاد الناس طاغيين، هاد الناس طاغيين، ما كيعطيوش الحق للمساكين، ما كيعطيوش الحق للفقراء، كيعجبو لهم يحكوا الناس، كيعطوا تقارير سريه للملك. ومن هاد التقارير انه الدوله المغربيه دارت مجموعه الاجهزه، من هاد الدوزيام بيرو ديال الدوزيام بيرو السكن بيرو، تابعين تابعين العسكر، عندهم اس ار تي ديال لي جوندارم. هادو كنهضر لكم على نعم سيدي لي بيرو ديال المعلومات، يعني الخدمه ديالهم استعلامات. كاينه لا ديستي، كاينه لا تزيد، كاينه لا بي ام بي جي، كاينه الار جي، وكاين ديال المخزنيه، وكاين ديال لا دياجي، غير باش تعرفوا. فاش كتكون شي وقفه احتجاجيه ديال المعطلين ولا ديال الحراك ولا، كيتفقوا عدد ديال الاشخاص، العدد ديال الحضور، شحال ديال النساء، شحال كذا. هي الدوله فرقت الاجهزه باش كل واحد يصيفط المعلومه ديالو، وفي لاكابيني رويال يصفيو دوك المعلومات ويعرفوا شكون اللي عنده الحق شكون هنا. هادو هنايا في الناظور كيتفقوا وكيتجمعوا بيناتهم، وكيكذبوا على المسؤولين، وكيصيفطوا نعم سيدي هادوك التقارير المزيفه، وكيغرقوا ولاد الشعب، وكيلفقوا تهم ديال الارهاب، كيلفقوا التهم ديال الارهاب لعباد الله، كيلفقوا التهم ديال التهريب الدولي للمخدرات، كيلفقوا التهم ديال الانفصال، بزاف ديال الحوايج اللي كيديروهم. كاينين ناس في اوروبا داروا بهم داروا لهم مساطير مرجعيه في المغرب انهم كيخدموا المخدرات وعندهم علاقه، وهاد الناس كاينين في الحراك، كاينين في كذا، كاينين. حنا ما كنقولوش على 18 سبتمبر، هذيك حركه حنا ضدها باش نكونوا واضحين، على 18 سبتمبر انا ضدها. ها باش غادي نقول لكم يعني على التقارير اللي كيدير زاه الدين، ها كيضرب شي بشي. واش هذا نعم سيدي ما كيهضر في المعقول؟ لاباس عليه، ندخلو في لافير ديال المخدرات ونجيبوه عندي للمغرب ونلعب فيه وندير الطلب الاحضار ديالو. وماشي واحد ماشي شحال من واحد داروها له، باش نكونوا واضحين. راه كاينين الناس في اوروبا مجبودين هنا في المغرب مع انه ما عرف شحال من سنه ما دخلوش، غير مظلومين. كتكون عندهم شي مره وشي مرات غير الشك في المعلومه، كيمشيو كيديروها في المسطره المرجعيه القانونيه، وكيغرقوا بنادم. ودابا هاد الناس نعم سيدي، انا بغيت دابا راه درت شحال وانا في مليليا ودرت فيديوهات، شفت انا المدير العام ديال المراقبه التراب الوطني، شفت هاد زاه الدين، هادو الخريبقيه، هادو الخريبقيه اللي عذب الناس في السجن تماره، في المعتقل ديال تماره، اللي عذبوا ولاد الناظور، اللي عذبوا ماشي غير ولاد الناظور، حنا غادي نهضروا مغاربه باش ما نكونوش حتى حنا عنصريين، حنا ولاد الناظور منطقه، ولكن حنا كاملين مغاربه، باش نكونوا حنا كاملين مغاربه وجمعنا الاسلام، باش نكونوا خوت. نعم اسيدي، ايوا دابا علاش ما غاديش يخرجوا ونشوفوا حنا واش غادي هاد البوليس يصيفطوا للحبس ولا غادي يفبركوا الميل في طويو. وكل معروف انه هاد نعم اسيدي هاد عبد الحي صاحب وسام هو اللي صنعوا، هو اللي عطالو من المحجوز، راه ذكرتها في المحضر ديالي، اللي ذكرتها انا فوقاش هادي عندي في المحضر، ها هو عندي نجيبو غدا نشرو لكم، بلا انه هاد المخدرات هو عطاها وسام اللي كانت سدات عند واحد سميتو سلام، وعطاها لوسام، وسام دار التجاره بها باش طلع. وهادو كيخدموا هاد المهربين لاولاد الشعب باش كيدمروهم، وفاش كيكون عندك المشكل مع شي واحد شي مسؤول ولا مع شي واحد في المخزن، كيصيفطك هاد الحريفيه كيضربوك، كيضربوك على غفله، كيعتبوك، كيجبدوك في مسطره مرجعيه على المخدرات. كاينين ناس مشات لاوروبا، كاينين ناس ربحتها في القمر جات هنايا، ما رضاتش تقول لنا سمحت في القمر، قالت لهم خدمت درت، كيجيو كيديروهم في الروسيرش، كيديروهم مساطير مرجعيه كيصيفطوهم للحبس. شوف السي زاه الدين، عاود الخريبقيه،
واللي كان كيجمع لك الفلوس من زيد، واللي كان كيجمع لك الفلوس من يونس، واللي قتلتيه اللي قتلتيه كي سميتو ربي نتفكر السميه ديالو كبير، واللي دقيتي له ليبره كان فيه السيده ركبتوها فيه ودقيتي له ليبره. زاد الدين وجاوب، انا راني في مليليه جاوب الناس اللي معك في الناظور بالحقيقه. الحقيقه انا راه عارفها والناس الادمغه عارفينها، ولكن كاينين الناس ما عارفينهاش. اخرج بلاغ، اخرج. نعم اسيدي بنك الله، كي سنوار اللي كتاكل نتايا، ودوك المسؤولين اللي معاك، ودوك البوليس اللي معاك اللي الحاله ديالهم ضعيفه كتاكلهم في حقهم. ايوا جباد. نعم اسيدي، ها هو فين كاين الفساد، ها هي فين كاين الخونه. انتو بابا الخونه، اما الشعب عمرو كان خائن، الشعب ما عمرو ما غادي يكون خائن. انتوما كرهتوا الشعب في الملك ديالو، انتوما اللي كرهتوه، انتوما اللي كرهتوا في الملك، كتحسبوه بالسميه ديالو اسم جلاله الملك، اسم جلاله الملك. تخليتوا الشعب، درتوا عصابه وليتوا كتحكموا فيه، ولا فؤاد علي الهمه الملك ما يقدرش يتحرك الا ما تحركش هو. وهذا فؤاد عمال اللي متورط في قضيه ديال المخدرات كبيره، المهم هذه كنهضروا عليها، ومن بعد هذيك المفاجاه ديالها بوحدها. خليونا دابا نفضحوا غير القضيه ديال المخدرات ديالهم. غنبقى معكم غير المخدرات، غير الملف الحساس، نبقى معك غير في الملف ديال نور الدين بوفرا اللي عذبتيه. هو نور الدين بوفرا علاش تعذب؟ باش ما يصوصش لهذ القضايا، علاش توقف؟ علاش تقول باش على هذ القضايا ما يبقاش يوصل لهم، باش ما يبقاش يوصل يشد فنادم هكذا يقول له راه خدام مع البوليسي، ودخل البوليسي فراه، يدخل البوليسي في المسطره، يمشي البوليسي للحبس، حيت البوليسي كياكل منه. زاد الدين كان كياكل منه الدخيسي، ودابا دابا كياكلوا الفلوس. كتلفقوا التهم لولاد الناس، كتصفقوا ولاد الناس للحبس، ضيعتوا ولاد الناس، ضيعتوا الفقراء. الله ياخذ فيكم الحق، الله ياخذ فيكم الحق، الله ياخذ فيكم الحق. الناس سمعات في بلادها في الاملاك ديالها ما قدرتش تدخل، حيت انتوما طاغيين، حيت انتوما طاغيين هاد المسؤولين. باش نكونوا واضحين، باش نكونوا واضحين، سمعوا ولاد الشعب، بارطاجيو، بارطاجيو. اللي خاف يهضر يصيفط لي انا غادي نهضر، اللي عنده شي معلومه بالوثائق. راني هنا في بلاد حقوق الانسان، راني في بلاد ديال حقوق الانسان، راني في بلاد ديال حقوق الانسان الاخوان.